هناك بعض الأخبار أيضا سيد خالد التي تأتينا الآن، يعني هناك تصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي مستعدون لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، وأيضا هناك ربما استنفار أمني من قبل يعني إسرائيل. إذاعة جيش الاحتلال تقول أن الحكومة تقرر استدعاء 50,000 جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان. كيف تقرأ هذه الأخبار سيد خالد، وهذا الاستنفار الأمني وهذا الاستعداد من قبل يعني هذا إسرائيل؟ هذا الاستنفار الأمني وهذا التصاريح التي أرسلت من سمورتش ومن بن غفير، أن يعني جاء إلى قرية شمونة بن غفير وصرح تصريح خطير على إسرائيل الاستعداد لضربة قوية لعاصمة الإرهاب. يعني هذا الحكي، وهناك تصريح دائم من جالانت الذي يقول بأننا علينا مواجهة حزب الله وتأمين منطقة آمنة في الشريط لكي نبعد. والتصريحات الآن رسمية تأتي من رئيس الوزراء الإسرائيلي طبعا، واليوم هذا التوجه أتى ليقول أن بنيامين نتنياهو أصبح يحمل هذه الوجهة، ومن هنا بات الخلاف والإنذار الذي وجه من الولايات المتحدة ألا ينزلق في هذا الحرب. هو يعلم جيدا هناك إنذارات أتت من الولايات المتحدة ولم يلتزم بها، واضطرت الولايات المتحدة وآخرها إنذار فيلادلفيا ورفح، ولكن هو يعني دخل في الحرب وبالتالي تمت مباركته. وهنا الخوف الفعلي، وهذه العملية بالذات مهمة جدا، تأتي من خلال تصريح الفرنسيين بالحذر من أن الضربة التي ستشنها إسرائيل في منتصف هذا الشهر، والبريطانيين حددوا أيضا هذه الضربة، وهناك أرسلوا رسائل عبر الدبلوماسية العربية لتحذير إيران وتحذير حزب الله. لكن اليوم بهذا العمل هي تقول للولايات المتحدة أن الفوضى ستكون شاملة، وأن مناطقكم ستكون أو أماكن تواجدكم ستكون في يدنا. وهذا الحادث له دلالة للقول، لأن إسرائيل أمريكا لا تريد أن تدفع بإيران بإسرائيل نحو الحرب. الإسرائيلي يقول العكس، أنه بعد 8 شهور استطاع تحطيم منظومة حزب الله العسكرية، وهو قطع المناطق اللوجستية والمخازن والعتاد الموصولة من طهران بالعراق بسوريا بلبنان. هذه الضربات على مدى 8 شهور، هو يعتبر أن الوجود الأطلسي اليوم في لبنان هو في المنطقة وفي البحر الأحمر، هي فرصة ذهبية لإسرائيل لكي تنفذ ما كانت تطلبه من الولايات المتحدة بتطبيق 1701 على إبعاد حزب الله إلى مناطق خارج الليطاني. وهذه الفرصة التي يعتبرها بنيامين نتنياهو بحال ضرب حزب الله أو ضرب حزب الله حاولت إيران الرد، إيران ستكون بمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة مع الأطلسي، وربما تجربة إطلاق الصواريخ والزرازير الطائرة نحو إسرائيل في ضربة ردة فعل إيران قد أسقطت قبل أن تصل إلى إسرائيل من قبل الأطلسي والأمريكان.